عمر جديد كتب لإديت بوفيه الصحفية الفرنسية في صحيفة لو فيغارو وزميلها ويليام دانييلز اللذين كانا يغطيان الحوادث الأمنية في حمص. قدر لهما النجاة بعد إصابتهما في القصف السوري العنيف على باب عمر بعد تمكنهما من الهروب إلى لبنان ومنه إلى فرنسا. هذه هي الطائرة الفرنسية الحكومية العسكرية المجهزة طبيا التي نقلتهما من مطار رفيق الحرير الدولي قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة إلى باريس، والتي حطت هناك بعد ظهر الجمعة حيث كان في استقبالهما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. أود أن أقول للسلطات السورية أنهم سيحاسبون أمام المجتمع الدولي على جرائمهم. الجرائم التي اقترفوها لن تمر من دون عقاب. أود أن أشكر السلطات اللبنانية وأحيي جهوزية السلطات الروسية التي كانت مستعدة لمساعدتنا، كما أحيي أيضا شجاعة الديمقراطيين السوريين الذين رافقوا بوفيه ودانييلز حتى الحدود اللبنانية. وبحسب المعلومات فإن بوفيه ودانييلز كانا حصرا بنيران القصف مدة طويلة في حمص، إلا أن المعارضين تمكنوا من نقلهما إلى الحدود اللبنانية بعدما تنكرت بوفيه بزي عربي. ولدى وصولهما إلى الحدود البقاعية استلمتهما القوى الأمنية اللبنانية بالتنسيق مع السفارة الفرنسية، وعمدوا إلى نقلهما عند الواحدة فجرا إلى مستشفى أوتيل ديو حيث أجريت لهما الفحوص، وتبين أن بوفيه كانت مصابة بشظية في فخذها لجهة الورك وحالتها مستقرة. وبحسب المعلومات فإن بوفيه وويليامز وضعا تحت العناية الفائقة في مستشفى أوتيل ديو لغاية الواحدة إلى ربع من بعد ظهر الجمعة قبل أن ينقلهما الصليب الأحمر اللبناني بمواكبة أمنية إلى مطار رفيق الحرير الدولي وسط إجراءات أمنية مشددة.